وما تنفخ ابدا، تفضي الانفليتر تبعه وتفضي البي سي دي تبعه وتمسك الانفليتر تبعك وتعمل كيكس عادي جدا. لو احتجت لو حسيته ثقيل تعبي شوي في البي سي دي تبعك وانت تعمل كيكس. اول ما توصل على السطح تنفخ البي سي دي تبعك، تنفخ البي سي دي تبعه وبتخلي مجرى الهواء تبعه مفتوح. مفهوم الوضع؟ اوكي، ممكن ننزل المره الثانيه لو سمحتوا ونكون العكس، هتكون انت الفيكتور وحيكون هو المنقذ. Thank you.